طبعا يعني انا هعرفكم الاول بالسيدات اللي معايا، وهبدا من الاخر. معايا السيده ايمان البسطي، عضو مجلس اداره منتدى قدر لسيدات الاعمال. وطبعا السيده ايمان البسطي اعتقد معروفه جدا في مجتمع السيدات في قطر، ولديها العديد من الانشطه، واعتقد ان لديها ايضا اخبار جديده يمكن تشاركنا بيها خلال الندوه. والسيدة رولا بسماد، مدير عام باب رزق جميل، مبادرة عبد اللطيف جميل السعودية. وطبعا هذه مؤسسة تقوم بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. والسيدة رولا تحمل، أنا لما شفت السي في لديها عدد كبير جدا من الدبلومات كلها متعلقة بالتطوير البشري، فأنا هنسألها على الموضوع ده. وطبعا معنا السيدة مي مخزومي، رئيسة مؤسسة مخزومي لبنان، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في لبنان عام 97، ولديها أنشطة عديدة جدا، جزء منها التمويل، ولكن أيضا لديهم أنشطة أخرى هي ستحدثنا عنها. وطبعا أخيرا ولكن ليس أخيرا، السيدة أحلام جناحي، مؤسس ورئيس جمعية سيدات أعمال البحرين. وطبعا السيدة أحلام جناحي يعني أنا she's very active، يعني لديها أنشطة كثيرة جدا، فالواحد مش عارف كنت أكتب إيه ولا إيه. لكن مثلا من ضمن الأنشطة أنها كانت سفيرة رواد الأعمال لمنظمة اليونيد والتابعة للأمم المتحدة، وهي أيضا مؤسس نادي الإنر ويل في البحرين، فلديها أكيد تجربة فريدة ممكن نتكلم عنها. بس في الاول خلينا نتكلم على، عشان يعني نبقى احنا برضو نحترم الجدول، هنتكلم هنتاتش كده شويه على موضوع التمويل. وطبعا موضوع التمويل ده انا طبعا يعني بصفتي انا صحفيه في مجال البيزنس وفي سي ام بي سي، اعلم جيد جدا ان موضوع التمويل ده هو اصبح اهم عنصر بيقف امام جميع رجال الاعمال، يعني سواء كان سمول ميديوم او بيج. موضوع التمويل اصبح صعب جدا، الفاينانسنج، لدرجه ان احنا بنسميه الفاينانسنج اصبح الاف وورد في البيزنس وورد اليومين دول، فهو دوت اللي ممكن تو ميك ات اور بريك ات. فهنتكلم عن موضوع التمويل، وممكن نبدا قبل ما نتكلم اكتر في تجربه كل السيدات، نتكلم مثلا نبدا بالسيده احلام جناحي. تجربه انتم بالنسبه لكم التمويل في البحرين لسيدات الاعمال، خاصه احنا بنتكلم على المشاريع المتوسطه والصغيره، ايه الدور اللي انتم بتقوموا بيه؟ اشكرك اختي. في البدايه احب اشكر الداعمين ودعوه سيدات اعمال القطريات لنا بمملكه البحرين، ونشكر على راسنا الملك حمد، هو الداعم الرئيسي لنا ملك مملكة البحرين، الدعم المعنوي والمادي من خلال طبعا الوزارات والجهات الرسمية الموجودة. احنا بالنسبة لنا كدعم التمويل المالي ما عندنا اي مشكلة في البحرين، لان الدعم المالي في البحرين في جهات كثيرة، بنوك كثيرة تدعم، جهة تمكين يدعمون سيدات الاعمال خاصة يعني، طبعا يدعمون بالكل القطاع الخاص. مثلا احنا كان في بيننا وبين يعني في تعاون بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، تمكين كانت تدعم او دعمت 20,781 مؤسسه في البحرين، والحلو ان 33% من المؤسسات تملكها النساء السيدات، معناته ان هناك يعني حراك كبير للسيده البحرينيه في يعني تطوير نشاطها الاقتصادي. في عندنا البنك التنمية تعطي قروض ميسرة، وهناك 10 بنوك في البحرين يدعمون رواد الأعمال وسيدات الأعمال في البحرين. فإحنا بالنسبة لنا في البحرين ما عندنا مشكلة التمويل كثير، يعني لأن الموارد المالية موجودة. طبعا كل واحدة لازم تعرف وين الجهة اللي هي مستفيدة من الموارد المالية وتروح لها. هناك طبعا برامج كثيرة اللي احنا نعتمد على ان رائدة العمل او المبتدأ الصغيرة مو المفروض يعتمدون بس على التمويل، لان انت اذا تبين تكونين ناجحة في العمل هناك برامج كثيرة تدعمها المؤسسات الخاصة او المؤسسات الحكومية، منها مجلس الأعلى للمرأة، نشكر طبعا صاحبة السمو الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم، هي بعد السيدة الأولى في البحرين، تدعمنا دعم كبير، ونتمنى يعني الله يحفظها، ونتمنى هذا الشيء يكون، يعني أنا متأكدة أن سيدات الأعمال البحرينيات مقدرين هذا الدعم
يعني في البحرين سيدات الأعمال، أي سيدة لديها أو لديها فكرة أو لديها feasibility study لمشروع، من السهولة يعني إحنا هنيجي كلنا البحرين كده. نعم. من السهولة الحصول على تمويل. نعم، إحنا عندنا جهات يعني مثل بنك التنمية في البحرين، هي جهة تمويلية واستشارية. عندنا اليونيدو في البحرين، مكتب الأمم المتحدة للاستثمار، هي جهة استشارية وممكن توجه السيدات المبتدئات إلى فتح البيبان وين يتجهون، حتى يساعدونهم على كيفية وضع دراسات جدوى للمشاريع لهم. فإحنا ما عندنا يعني المشاكل الكبيرة اللي هم يعني مثلا تتواجد في بعض الدول. هنيئا لأهل البحرين. نتكلم مع السيدة مي. سيدة مي، طبعا جزء من مؤسسة من مخزومي، جزء منها هو تمويل المشاريع الصغيرة. يعني نحن عندنا عدة برامج، هاي واحد منهم اللي هو مثل ما تفضلتي قروض صغيرة، يعني تبلش بحدود 500 بتطلع لحدود 5000 ممكن 7000 دولار. المشروع هو بس مش بس انه عم تعطيهم قرض، يعني بدهم يقدموا يكون عندهم مشروع في في دراسة جدوى، وبعدين في requirements مفروض يكونوا، يعني بدهم يكونوا حالتهم الاجتماعية مش قادرة، مفروض يكونوا عارفين شو بدهم طبعا من ناحية الفيزيبيليتي ستادي تبع الشغل وهيك. إذا مرقوا بهال requirements بياخذوا القرض. القرض يلاحق من البروموترز تبع، بيلحقون بيطلوا عليهم بيحكوا معهم تيشوفوا هالقرض لوين عم بيودي. المهم بالقروض مش بس انها تكون عم ناخد قرض بس لنعمل شغل، يعني في وراها متابعة، في workshops ليعرفوا كيف يعملوا feasibility study، كيف يعملوا حساباتهم، كيف يزبطوا الوضع. كذلك بنعمل احصائيات انه هالقرض هل نفع العائلة، وظفوا ناس ما وظفوا ناس، يعني عملوا ربح ما عملوا ربح. بيبين معنا كمان انه الربح اللي عم بياخدوه في منهم بيرجعوا بيوصفوه بالعمل اذا الحالة الاقتصادية منيحة، غيرهم او باكثر شيء للمصاريف، المصاريف الضرورية اللي هي حكمة تعليم كذا. انتم بتجيبوا منين التمويل؟ انتم كمؤسسه بتجيبوا منين الاموال؟ نحن يعني اكثر التمويل بعتقد من زوجي، لانه هو بنعتبر الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي از امبورتنت في الشركات يكون عندها، بس كمان بنشتغل مع اليو اس ايد وبنشتغل مع اللم، ومش بمنطقه يعني بيروت بس، متوسعين بعده مناطق بالشمال وبالبقاع. بس انا اللي كان بدي اقول لك على التمويل، تبين معنا بلبنان انه القروض اللي تطلب للعمل 33% منها هي للرجال، 10% فقط للنساء. يعني النساء عندهم طلب اقل للقروض للعمل للانتاج. هلا كمان البنوك صاروا عم يتوجهوا أكثر ليساعدوا النساء بالعمل، بس بين معهم أنه ملاحقة القروض هي شوي صعبة، فعم بيعملوا اتفاقيات مع الجمعيات اللي بتعطي قروض ليأخذوا الإدارة تبعت هالقروض. عندنا البنك المصري في لبنان والدولة بيساعدوا بالقروض، في جمعية كفالات بتساعد بالقروض اللي العالية، يعني اللي هي طويلة المدى وعندها كمان يعني بعشرات الألوف يمكن يوصلوا للمليونز حتى. الغريبة مثلا لما بنسمع الكلام ده انه احنا، يعني انا بتشتغل في مجال الاقتصاد الاعلام الاقتصادي، لكن لا اعتقد ان انا حتى مر علي اي مرة انه حد صاحب مشروع، يمكن تقصير مني، انه قال لي انه كان ابتدى المشروع ده بدعم من مؤسسة او من جهة معينة. يعني لا يتم تسليط الضوء على هذه الحالات. لا كتير يعني لسه مغطى عليها، بس أنا بعتقد أنه كتير مهم ينعرف أنه في عدة مصادر للتمويل، هي بس مش تمويل، يعني بدك تقولي هو مثل دين،
يعني عنده وقت ليرجع يرده حتى يضل السايكل ماشي، انه هو بيرجع بيروح لغيره حتى ما يضل. هي مش منحة طبعا، هي قرض، ولكن قرض بشروط ميسرة. في عندك مثلا أشوكا اللي هن متواجدين المركز الأساسي بالميدل إيست بمصر، بس كمان عندهم فروع بعدة بلاد عربية. ما بس انه بيتبنوا المشروع، كذلك بيعطوا مثل ما تفضلوا اليوم الصبح، يعني مدام صعب حكيت على الكارتية، بيبعتوا من أنسياد. هدول عندهم مثل مونتر للبزنس، بيجيبوا لهم legal advisors، بيجيبوا لهم business financial advisors، فبينصحوهم كيف يمشوا، بيمشوا معهم لحد ما يوصلوا لوقت انه يكونوا واقفين على اجريهم. ففي موجود يعني. اتفضل. يعني انت تقولين ما شفتي، بالعكس انت قدامك الحين امثله حيه. انا واحده من المثال الحي اللي بالتمويل وببرامج اخرى نجحت في ان اوصل الى السوق المحلي، يعني بالازمه الماليه. طبعا انا ابتديت مشروعي من الازمه الماليه، حتى الكل اتصل فيني، ومشروع مخبز صغير اتصل فيني قالوا لي احلام انت شلون يعني ازمه ماليه والناس طايحه في بعض وتسالين عن مشروع جديد تبين تفتحينه في السوق المحلي. فبالعكس ابتديت مشروعي بدعم من تمكين وبنك التنمية، والحمد لله يعني خلال 4 سنوات الحين المشروع نجح. وهناك طبعا عراقيل، ما نقول ان كل شيء يعني مخملي عندنا مثل ما نقول او كل شيء وردي، في هناك عراقيل مثل يعني مرينا انت كما تعلمين بالازمه، ازمه البحرين وعدت. وبالعكس في وقت الازمه الجهات الرسميه مع القطاع الخاص مع المجتمعات المدنيه اللي عندنا كلهم وقفوا مع بعض عشان يكون الشارع التجاري في يعني في وضع صحي. وطبعا هذا الشيء ما يصير في يوم وليله الا بالتكاتف، لان لما كل الجهات يشتغلون مع بعض والشخص نفسه صاحب العمل يحب انه ينجح ويطور عمله يصير. يعني ما في شيء نقول مستحيل في الوقت هذا. سيدة رولا، باب رزق جميل، الاسم جميل جدا صراحه، باب رزق جميل. حضرتك تكلمينا عن الدور اللي بيلعبه باب رزق جميل، طبعا تابع لمؤسسه عبد اللطيف جميل، ونوعيه المشروعات اللي انتم بتمولوها والاموال. يعني كنا بنتكلم على ارقام محدده قبل الجلسه. اوكي. باب رزق جميل، الهدف من وجود رزق جميل جات من انه كيف نوفر فرص عمل ويكون نعلم الصيد وليس يعني نقدم السمكه. فهي الفكرة جات من وراء باب رزق جميل 2003 بدأ. كيف في جميع المجالات والنواحي، يعني البرامج اللي تحت باب رزق جميل هي أحد برامجها السمول بزنس، بس في مايكرو فاينانس الأسرة المنتجة، كذلك التاكسي والنقل هذا خاص بالرجال، التوظيف المباشر، تدريب المنتهي بالتوظيف، كذلك المشاريع الصغيرة. والشيء اللي أضفناه كمان جديد كيف التأهيل قبل التوظيف أو المشاريع، يعني كيف يكون في تدريب مكثف متخصص لإنشاء يعني جيل بعدها يستطيع تحمل المسؤولية. هي إمتى تأسست باب رزق جميل؟ إمتى؟ 2003 كان الانطلاق. هل يعني كم حالة في السنة أنتم مثلاً، كم مشروع في السنة بتمولوه؟ من أول ما بدأنا لغاية اليوم إحنا وصلنا 282 ألف فرصة عمل، 24 ألف مشروع، وفي التوظيف واصلين 72 ألف. في المايكرو فاينانس اللي كانت طبعا كانت فيها اجتياح مرة كبير، لأنه يعني هي تضم جميع فئات النسائية، هو خاص فقط بالنساء، وصلنا ل 160 ألف فرصة عمل توفرت من الأسرة المنتجة. احنا بنتكلم عن حجم تمويل قد ايه خلال السنين دي؟ حجم التمويل في الأسرة المنتجة نبدأ ب 2000 ريال إلى 7000. لا، حجم التمويل لكل المشروعات دي من أول ما ابتديتوا، يعني حجم التمويل اللي قدمتوه قد ايه؟ هو يوصل يعني دخلنا في 8 مليون او 9 مليون، يعني اكثر من يعني في السنه الواحده. عندنا المشاريع المميزه تبدا في المشاريع الجدا مميزه بتنطلق من مليون الى 3 مليون، واذا كان المشروع يدخل في باب رزق جميل كشريك ليضمن نجاح المشروع فيصل الى 7 8 مليون. يعني انا اصلا لكن في السنه بتموله قد ايه حجم البادجت اللي ديكم من اول ما يعني في السنه الواحده؟ ما هي محدوده، ما هي محدده، هي مفتوحه.
وانواع المشاريع اللي يعني بتبقى اكتريتها في اي مجال في اي قطاع؟ احنا على مستوى المملكه كلها في 5 مناطق يعني، فيمكن المناطق في مناطق حيويه جدا للسمول بزنس، وفي مناطق في الأسرة المنتجه. المشاريع الجدا مميزه في النسائيه اللي تكون خاصه بالنساء، يعني تلاقيها فيها في الفاشن، في الكاترينج، في المطابخ، المطاعم، الشيء اللي خاص اصلا بالعمل النسائي يعني وقريب لنفسها. تدخل فيها الموهبة، تدخل فيها الدراسة، تدخل فيها هي كيف يعني تعطي وهي مستمتعة وهي جالسة بتعمل هذا المشروع، ليس فقط. ولكن هذا قرض وليس منحة. لا قرض، لكن من غير فوائد. فوائد. وعلى مدة كم سنة بيرجع؟ ديبند اون القرض نفسه، على حسب اللون. يعني ممكن يمتد العدد سنوات كبيرة. نعم، الى 10 سنوات، الى 7 سنوات، يعني 6 مليون ما حتتسدد في شيء بسيط. لكن اهم حاجه يعني حتى في تسهيلات احنا بنقدمها، وفقط في يعني ونس انك انت بتلاقي المشروع ناجح وفي حماس من صاحبه المشروع وهي فعلا تبغى توصل وتبغى تنجح. في شيء احنا مسمينه عندنا اعاده الجدوله، ممكن نرجع نعيد الجدوله ثاني مره ونقلل عليها السداد، يعني عشان نعطيها فرصة أطول وأكبر للتطوير. ولا إحنا ما نجحت السنة الأولى والثانية، لكن تعلمت من هذه الفترة اللي مرت عليها، فنعطيها فرصة أخرى ونعملها إعادة جدولة. إذا ما كان يناسبها السداد ب2000 ريال، نعمل لها 1500، لا 1000، أنا الألف مناسب جدا لي وحقدر يعني أطور مشروعي وكذا، فبنعطي لها هذه الفرصة وبنعمل لها إعادة جدولة. يعني أنا يعني اللي كنت أقوله يمكن منتشر انه المشكله في الفند وكيف يتعامل اللون وايش الاشياء المعينه اللي بتاخذها الشركه ضمانات عشان تضمن انه هو يرجع لها المبلغ، كلها هذه عباره عن سيمفونيه ماليه تدرس بعنايه ويتم القرض. لكن انا يعني اليوم وفي هذا الجمع يعني الرائع انه يكون الواحد يقول الحماس واختيار المشروع ابتداء، يعني هذه نقطه التحول، يعني سواء كانت لصاحبة المشروع أو للدولة اللي هي فيها. يعني لو دخلتي أنت مشروع جديد على الدولة اللي أنت موجودة، وإحنا ويتشز وينيدت يعني في مشاريع كتير إحنا جالسين نستناها في يعني مواضيع معينة نفسنا إنه هي تجي وتدخل البلد من خلالك أنت يعني. فياريت يكون في اهتمام وعناية بهذا الموضوع أكثر من أي حاجة تانية، لأنه الفلوس إن شاء الله موجودة والطريقة هو بيصير في دعم وبيصير التدريب موجود، كلها هذه موجودة ومرة سهلة وفي شركات عديدة. يعني يمكن بابرز جميل من أحد أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، لكن في شركات تانية كمان وفي الدولة نفسها، بنك التسليف وفي صندوق تنمية الموارد وفي يعني من نفس الدولة البنك الأهلي والبنوك الأخرى كلها بتدعم. لكن هنا نيجي اللي حيصنع الفرق هو اختيار المشروع نفسه والبرسوناليتي تبع الإنسان اللي راح تخوض معركة السوق التجاري والاقتصادي. شكرا. سيدة إيمان، تجربتكم أنتم في منتدى قطر لسيدات الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فخورة جدا في تواجدي اليوم على هذه المنصة، وانتهز الفرصة وارحب في جميع الحضور الكرام اللي حضروا كل هالمسافات علشان يحضرون معنا اليوم ويؤيدون دور المرأة، سواء من استراليا أو أفريقيا أو من دولنا الصديقة من الخليج، وأهلا وسهلا فيكم. أنا دائما تتكلمون عن التمويل وعن الانفست وشلون احنا نمول، أنا أعتقد أن احنا لازم نتكلم يعني شلون نمول الإنسان قبل يكون في استثمار، يعني استثمارنا في الإنسان الخليجي العربي أو حتى المرأة بشكل عام. وجودكم طبعا هني لغى أي حدود بين المرأة. أنا حابة شوية أكسر جو السبيتش، وحابة يعني أرويكم رؤية قطر في دور المرأة. الشيخة المياسة بنت حمد هي من أهم الرائدات القطريات في دولة قطر اللي تشجع دور المرأة وحطت لنا رؤية شلون حتستثمر المرأة في مستقبل قطر. فأتمنى لو هالفيلم بس نشارك بعض فيه وتاخذون شوية فكرة عن رؤية قطر المستقبلية للمرأة. ممكن؟ Both myself and my brother belong to the under 30 demographic, which Pat said makes 70%, but according to her, she felt more free,
more free because she could wear whatever she wanted under the abaya. She could come to work in her pajamas and nobody would care. Not that you do, I'm just saying. My point is here, people have a choice. Just like the Indian lady could wear her sari or the Japanese woman can wear her kimono. We are changing our culture from within, but at the same time we are reconnecting with our traditions. We know that modernization is happening, and yes, Qatar wants to be a modern nation, but at the same time, we are reconnecting and reasserting our Arab heritage. It's important for us to grow organically, and we continuously make the conscious decision to reach that balance. In fact, research has shown that the more the world is flat, if I use Tom Friedman's analogy, or global, the more and more people are wanting to be different. And for us young people, they're looking to become individuals and find their differences amongst themselves. Which is why I prefer the Richard Wolk analogy of globalizing the local and localizing the global. We don't want to be all the same, but we want to respect each other and understand each other. And therefore tradition becomes more important, not less important. Life necessitates a universal world. However, we believe in the security of having a local identity, and this is what the leaders of this region are trying to do. We're trying to be part of this global village, but at the same time, we're revising ourselves through our culture institutions and culture developments. I'm a representation of that phenomenon. And I think a lot of people in this room, I can see a lot of you are the same position as myself, and I'm sure, although we can't see the people in Washington, they're in the same position. We're continuously trying to straddle different worlds, different cultures, and trying to meet the challenges of the different expectations from ourselves and from others. So I want to ask a question. What should culture in the 21st century look like? In a time where the world is becoming more personalized, when the mobile phone, the burger, the telephone, everything is its own personal identity, how should we perceive ourselves and how should we perceive others? How does that impact our desert culture? I'm not sure of how many of you in Washington are aware of the culture developments happening in the region and the more recent Museum of Islamic Art opened in Qatar in 2008. I myself am personalizing these culture developments, but I also understand that this has to be done organically. Yes, we do have all the resources that we need in order to develop new culture institutions, but what I think is more important is that we are very fortunate to have visionary leaders to understand that this can't happen from outside. It has to come from within. And guess what? You might be surprised to know that most people in the Gulf who are leading these culture initiatives happen to be women. I want to ask you, why do you think this is? Is it because it's a soft option, we have nothing else to do? No, I don't think so. I think that women in this part of the world realize that culture is an important component to connect people, both locally and regionally. It's the natural component for bringing people together, discussing ideas, in the same way we're doing here at TED. We're here, we're part of a community, sharing our ideas and discussing them. Art becomes a very important part of our national identity. The existential and social and political impact an artist has on his nation's development of cultural identity is very important to my country. In a few hours, Shireen Nishat, my friend from Iran, who's a very important artist for us, will be talking to you. She lives in New York City, but she doesn't try to be a Western artist. Instead, she tries to engage in a very important dialogue about her culture, nation, and heritage. She does that through important visual forms of photography and film. In the same way, Qatar is trying to grow its national museums through an organic process from within. Our mission is of culture integration and independence. We don't want to have what there is in the West. We don't want their collections. We want to build our own identities, our own fabric, create an open dialogue so that we share our ideas and share yours with us. In a few days, we will be opening the Arab Museum of Modern Art. We have done extensive research to ensure that Arab and Muslim artists and Arabs who are not Muslims, not all Arabs are Muslims by the way, but we make sure that they are represented in this new institution. This institution is government backed and it has been the case for the past 3 decades.
We will open the museum in a few days, and I welcome all of you to get on Qatar Airways and come and join us. Now, this museum is just as important to us as the West. Some of you might have heard of the Algerian artist Bahia Mahdeddin. But I doubt a lot of people know that this artist worked in Picasso's studio in Paris in the 1930s. For me, it was a new discovery, and I think with time and the years to come, we'll be learning a lot about our Picassos, our Legers, and our Cezannes. We do have artists, but unfortunately, we have not discovered them yet. Now, visual expression is just one form of culture integration. We have realized that recently more and more people are using the means of YouTube and social networking to express their stories, share their photos, and tell their own stories through their own voices. In a similar way, we have created the Doha Film Institute. Now, the Doha Film Institute is an organization to teach people about film and filmmaking. شكراً يعني لمشاركتنا هذه الرؤية للمرأة في قطر. أنا حابة أقول أصلاً أنا فنانة تشكيلية، بدايتي كانت الفن التشكيلي، فأنا أعتقد أي إنسانة امرأة خليجية منتجة بصراحة تستحق الفرصة وتستحق أن احنا ندعمها في جميع القطاعات، وهذه رؤية يعني التوجهات السامية دائما لبلدنا الغالي قطر، وأعتقد أن كل إنسان خليجي أو عربي أو أجنبي وافقنا هذا الرأي، أن احنا لازم فعلا نظهر دور المرأة ونحاول أن احنا ندعم إمكانياتنا من تراثنا، واعتقد ان في مجال الاستثمار واسع في هذا. حضرتك انت فنانه فعلا، يعني حضرتك فنانه تشكيليه، وعلى فكره ده موضوع احنا ما طرحناهوش، فكره انه تمويل مثلا اقامه المعارض للفنانات الخليجيات والعرب اللي ممكن من خلاله ان هم يعرضوا فنهم، هل في اهتمام بهذا النوع من العمل؟ انا انصح الجميع بزياره المتحف الاسلامي، وهاي اللقاء كان السنه اللي فاتت في مؤتمر تيد، وافتتح الان اللي هو ايضا متحف الفن الحديث، وفي فرص كثيره للناشئين في هذا المجال، خصوصا ان عندنا في قطر الان 13 جمعيه، ومن اهمها الجمعيات اللي تهتم بدور المراه في قطر. ايضا توجهاتنا حاليا في المعارض المحليه والدوليه، وفي طرح من كذا سنه استثمار اللي هو 2 مليار لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه لتمويل دور الناشئين في البزنس، او لحتى يعني انا اعتقد ان كان التمويل من 250 الف الى مليونين للمشروع اللي يعني متناهي الصغر، وللمصانع ممكن يصل سقفه الى 15 مليون. نعم. شكرا. سيدة رولا، يعني لما قرأت السي في بتاعك لقيت انه كمية الدعوات ما شاء الله كثيرة جدا تتعلق بالتطوير البشري، فليه اهتميتي بانك تاخدي يعني كمية يمكن 20 دبلومة واخداها في التطوير البشري، فليه اهتميتي وكيف تستخدميها، ويمكن كمان تكلمينا يعني عن تجربتك انت الخاصة، ليكي تجربة خاصة ممكن تشاركينا فيها، علشان بعد كده لما نخلص ممكن نفتح الباب للأسئلة. ان شاء الله. كانت البداية تخرجت وسافرت على الستيت وكملت دراستي هناك. كانت الدراسة يعني كانت القرار انه انتظر البعثة ولا اروح على حسابي، وتشز احنا بادئين من الصفر، يعني كان انا وزوجي قررنا لا حنروح وحنبدأ من الصفر وحنشتغل ونكمل دراسة. وفعلا بدأت يعني بداية من يعني من تحت الصفر شوية. اضطرينا نحن كنا نشتغل لفترة لغاية ما قدرت أقدم للجامعة، قعدت تقريبا 6 شهور بالراتب اللي كنت أستلمه، سجلت في الجامعة الحمد لله تقبلت، كمان زوجي نفس الحكاية. كانت لازم نشتغل أكثر من شغلة عشان نقدر نستوفي، يعني أنا كان عندي وقتها ولد واحد، لكن كان لازم يعني معيشة كانت صعبة شوية هناك، لكن كان قرار لازم يتاخذ. طبعا يعني كانت في مساعدات من الأهل وكذا، لكن كنا حابين مرة يكون في اعتماد على النفس. جلسنا فترة تقريبا 7 سنوات، تخرجت واشتغلت هناك في الستيت، وصراحة استفدت كثير من الخبرة اللي أخذتها كمختلف، سوسايتي مختلف وحياة مختلفة تماما. حاولت أخذ في ذاك الوقت يعني أستغل أوقات الفراغ إني أخذ دبلومات وأخذ كورسات، وكانت كلها مختصة فعلا في التطوير الذاتي.
بعد ما انتقلت لرجعنا مرة تانية والحمد لله خلصنا دراسة ورجعنا للسعودية تاني، أنا أقدر أقول في ديك الفترة اتنقلت في أعمال جدا مختلفة، يعني ما لها صلة ببعضها، بس كان في أهداف أنه أطور نفسي يعني أي شيء ممكن أشتغل فيه، يعني أي حاجة من جميع أنواع المهن. رجعنا مرة تانية هنا وبدأت بالعفو للسعودية، وبدأت براتب كان جدا بسيط، لكن برضو نبغى نأسس نفسنا صح. وكانت بعد كده صرت أنتقل لكل دولة، يعني بصراحة يعني كانت في دبلومات أخذتها من الشرق الأوسط، وكان في دبلومات خارجية. الهدف الأساسي كله كان كيف أقدر أدعم المرأة في بلدي، يعني أبغى أكون شيء مختلف وأصنع فرق في المجتمع اللي أنا عايشة فيه. ما حقدر أسوي حاجة هذه إلا بالنوليج، صح أنا ممكن أخذ خبرة، صح اشتغلت في أشياء مختلفة، لكن كان الهدف الرئيسي لهذا الموضوع أنه صناعة الفرق، ترك بصمة. فالحمد لله أنس أن أنا رجعت على السعودية، بدأت أعطي دورات مجانية كانت بدون مقابل، وكنت يعني في الجمعيات الخيرية، في المنتديات، في الملتقيات، في الغرفة التجارية. كانت الدورات حتى يعني بس أبغى أهم حاجة، يعني كان اهتمام إنه تكون الدورة فيها عدد كبير من البنات، كان يمكن اهتمامي بالتين إيجرز لأنه يعني هم اللي حيكونوا الجيل الجديد. فيمكن إحنا في جيلنا السابق ما تمتعنا بأنه أحد يوجهنا وإيش التخصص اللي تدخليه وكيف تدخليه وإيش التحليل الشخصية وإيش كذا، ما لقينا هذا التوجيه يعني بشكل مكثف ومقنن. فكان نفسي أصنع هذا الفرق في أني أقدمه لبنات بلدي وبنات الجيل الجديد ويعملوا لنا حاجة نقلة، يعني فعلا نقلة نوعية. في فبدأت في الجمعيات الخيرية، وبعدها انتقلت إلى ما تخصصت في خدمة المجتمع، والحمد لله يعني التحقت بباب رزق جميل وهو أكبر مؤسسة خدمة المجتمع في المملكة، وكمان في أكثر من برنامج، يعني اشتغلت في التوظيف واشتغلت في السمول بيزنس وفي الأسرة المنتجة برضو عشان يكون في ترك بصمة في هذه الأمور كلها. كانت من الأشياء اللي علقت عليها أستاذة نجوى إنه من الأشياء اللي اشتغلتها تاكسي، يعني فكانت نقول لي لا يعني فعلاً يعني ما كان الواحد يتردد في إنه هو يكون نفسه. يعني سوي تاكسي. Yes. She was driving. فكانت صراحة متعة جداً، يعني استفدت كثير والحمد لله، يعني خدمة المجتمع تصنع فرق في الإنسان، ويا رب يا رب يكون الواحد قدر إنه يسوي حاجة في مجتمعه. شكراً. بس بنحييكي. أول السيدة مي، أريدك أن تكلمين عن تجربتك كسيدة لبنانية ولبنان المناضل المجاهد لسنوات. ويمكن إحنا دايما عندنا التفكير النمطي على السيدة اللبنانية الجميلة اللي شكلها حلو وعاملة كل عمليات التجميل ولبسة أحلى لبس. أكيد في صورة تانية حقيقية للسيدة اللبنانية اللي عانت كثير جدا من الحروب واضطرت إنها تتحمل، يمكن ما تحملوا غيرها، ولكن النهاردة هي واقفة وبتبهرنا بجمالها. فعايزين نعرف تجربة السيدة اللبنانية. يعني مثل ما تفضلتي، في أنا بقول إن المجتمع السيدات بلبنان شقين، يعني الشق اللي تفضلتي عليه بالأول اللي ما كتير همه لا عائلته ولا اللي حواليه، والشق اللي عم بيناضل عم بيشتغل ولو كان عنده يعني رفاهية إنه ما يشتغل، بس برضو عم بيشتغل. هلا المرأة اللبنانية طبعا يعني خلال الحرب كتير تعذبت، اتشردت، تهجرت، تركت بلدها، يمكن خسرت من أهلها. فبعتقد هيدا شيء عطاها قوة. بعدين اللي مثل نحن يعني اضطرينا نترك البلد ونروح على السعودية، رحنا على السعودية، اشتغلت أنا وزوجي وقتها وعنا مسؤولية عائلتين معنا، نحن ما كان عنا أولاد بس عنا عائلته وعائلتي. فبتذكر أنه يعني آخر الشهر يطلع يفضى الجارور تنقول من المعاش، لأنه في مسؤوليات تانية. الواحد بده يضحي، بده يعرف كيف يتصرف. بعدين يعني سكننا فترة بالسعودية وبعدين انتقلت
رحت على انجلند قعدت 27 سنه. كمان مسؤوليه زياده انه لما ما بيكون جوزك مضطر يسافر ويترك، فبعتقد الواحد بده يكون بجانبه انه ما يخليه ينشغل باله على شو عم بيصير. ف كمان تكون الام والبي والمسؤوليه التربيه والتوجيه، وخصوصا ببلد اجنبي. يعني لما بتكوني بعايشه ببلد اجنبي عوايدهم تختلف، تفكيرهم يختلف، وانت بدك تربي الاولاد على الطريقه اللي نحن ربينا فيها، يعني المبادئ اللي نحن ربينا فيها. كان عندي تعليقات اوقات، عندي بنت تف ليدي كانت تقول لي نحن بالقرن 21 ما بقى بالقرن 19، الا نحن مش عايشين بالقرن 19، يعني هاي مبادئ لازم تضلها معنا. لو وين ما رحنا وقد ما تطور الأمر، في أثكس، في أمور يعني تنتقل من جيل لجيل وما تروح، فهذه كانت كمان مسؤولية صعبة. وبرجع أنه بلبنان في يعني ما يفكر الواحد أنه لبنان بلد عايش برفاهية أبداً. عندنا مشاكل كتير اقتصادية، عندنا فقر، عندنا ناس عايشة ما حاسة بغيرها، بينما الناس التانيين يمكن بياكلوا ما بياكلوا لحم مرة بالشهر. فبده الواحد ما يضل قاعد ب اللي بنسميه برج عاجي، بس يشوف حواليه شو عم بيصير ويقدر يساعد اللي موجود. تحية للمرأة اللبنانية. السيدة أحلام، أنا نفسي أعرف إيه السر دائماً المرأة البحرينية تحتفظ بهذه هذا المرح والطيبة، رغم أنه إحنا كلنا عارفين أيضاً أنه في ظروف صعبة في البحرين، لكن دائماً يعني أنا بعرف البحرينية وأنا ماشية بلاقيها دائماً مبتسمة وطيبة كده فيها طيبة، إيه السر؟ شكراً لهذا الوصف. إحنا ترى في البحرين مهما يعني وصلت المرأة البحرينية، دائماً المرأة ترجع لتقاليدها، ترجع للتربية مثل ما قالت الأخت. التربية البحرينية بالنسبة لنا البيت البحريني بيت مهم جداً، تتعود على الاحترام واحترام الغير والتعاون والحب اللي موجود للحين والحمد لله. وأحب أحيي الوفد البحريني، أني مبسوطة أن أكبر وفد موجود هني، وهذا دليل على حب. كم عدد الوفد البحريني؟ إحنا 24 وحدة. طبعاً في هناك التزامات كثيرة، ولو يعني كان إحنا جمعيتنا تقريباً، خلنا نعطيك فكرة عن الجمعية. جمعية سيدات الأعمال البحرينية تأسست سنة 2000. إحنا أول جمعية خليجية، بعد ما زاروا الأخوات في اجتماعات في تونس، وفعلاً يعني نحيي التونسيات، فعلاً عندهم قوانين ويعني رافعين شأن المرأة البحرية، شأن المرأة التونسية والعربية. أخذنا منهم الفكرة وطبقناها في البحرين، وصار لنا 13 سنة. عدد جمعيتنا تقريباً أكثر من 100 عضوة نشطة. كل واحدة ترى البحرينية تحب تشتغل، تحب تكون مثابرة، تحب تحافظ على القيم مهما يعني سافرت، مهما راحت على العالم. بالنسبة لنا المرأة البحرينية يعني ما تكون بحرينية إذا ما حافظت على القيم اللي هي عندها. وسر الابتسامة ومع الظروف اللي عندها دائما المرأة، لأنها ملتزمة وتحب تعطي العطاء البحريني. يعني المرأة البحرينية تحب تعطي عائلتها، تحب تعطي جيرانها، تحب تعطي تخدم المجتمع البحريني، تحب تخدم العالم الخارجي، والدليل أن المرأة البحرينية واصلة إلى العالمية. سيدة إيمان، قطر، حضرتك طبعا احنا كلنا منبهرين بالسرعة اللي ماشية بيها قطر وبالإنجازات اللي تمت خلال السنوات اللي فاتت، وأيضا تطور المرأة القطرية بهذا الشكل في عدد قليل من السنوات. كنا نتحدث قبل الندوة وكانت لديك فكرة، وأعتقد أنها فكرة يعني حلوة لو طلعت من هذا الملتقى، حضرتك يعني كلمين عنها.
طبعا أنا ما أسبق غيري اللي سبقني، يعني أمس الدكتورة هند القاسمي تكلمت عن جمعيات واتحادات وكذا، وإحنا ابتدينا أنا وخواتي في مجلس الإدارة برئاسة الشيخ العنود والنائبة أختي عائشة الفردان، وثابرنا بصراحة لأن وصلنا هالنتيجة، وكلنا إيمان فعلا أنه لازم يكون في الإنسان روح المبادرة. فأنا أقترح يعني من هذا المنتدى أن لو إحنا نعمل مؤسسة خليجية متحدة، أو فعلاً أو يعني مثل في كل مكان، مثلاً حتى المؤتمر أحياناً أو ألعاب أولمبية يقولون في بنك للتالنت، تالنت بنك يطرح الأفكار، تجمع المبتدئين بأفكارهم بالإنوفيشن اللي عندهم ويحطون أفكار لرؤية معينة. أنا أقول ليش إحنا ما نأسس مثلاً كلنا مع بعض مؤسسة خليجية، إن كانت يعني ربحية أو غير ربحية، لكن هي تنطلق منها مبادرة الخطط والعمل المشترك ما بين البحرين والكويت وقطر بطريقة مدروسة، حتى لو ما قدرنا أن احنا ننفذها الحين، لكن إن شاء الله تكون في المستقبل القريب. نعم. احنا طبعا عندنا ننتمي الى شبكة سيدات اعمال المينا، تأسست سنة 2010، واعتقد من ضمنهم قطر ويانا موجودة الأخت عائشة الفردان، نشكر لها جهودها، نشكر جهود الأخت جاسكالا على تأسيس هذا النتورك. الحين اليوم فيها 3000 امرأة عربية من 10 دول، من ضمنهم طبعا من الخليج عندنا قطر والبحرين والإمارات، عندنا من العالم العربي مصر تونس والأردن، عندنا المغرب إن شاء الله ما نسيت أحد، لبنان معانا. إحنا 10 دول أسسنا هالشبكة وتعبنا على تأسيس هالشبكة، نتمنى نتواصل من خلال هالشبكة. طبعا هالأيام مثل ما تعرفون التكنولوجيا يعني باقي العالم، فإحنا ترى تواصلنا بقت وايد أسهل من قبل، على أن لازم نحضر مؤتمر. هو التواصل هو مو بس حضور مؤتمرات، التواصل هو أن إحنا نكون مع بعض على شكل دوري خلال الفيسبوك، الإنترنت، الويب سايت، أعتقد أشياء سهلة صارت، وممكن نتواصل على شكل بزنس نتوركينج، لأن إحنا الحين كنا نتمنى أن حضور الوفد البحريني كانوا يتمنون أنه يصير بي تو بي، اللي هو للأسف ما صار، بس إن شاء الله إحنا بحرين وقطر جراب يم بعض كلها كم دقيقة ونوصل لبعض. نتمنى أنه يكون في لقاءات ثنائية بين كل الجمعيات الموجودة في العالم العربي إن شاء الله. أنا أعتقد أنه إحنا كنا تكلمنا في الأول لم يكن موجود في القاعة، أنه نريد في هذه الجلسة أن نفتح الباب أكثر ونعطي مجال أكثر للحضور أنهم يشاركوا ربما بسؤال أو بمشاركة أو بتجربة، بس أرجو من كل واحد أنه يعني يراعي أن الوقت مش كبير جدا، فأي حد عنده مشاركة أو عنده سؤال، وعندكم هو 4 سيدات من قطر، من السعودية، من لبنان، من البحرين، فيعني أنتوا قدامكم ممكن تسألهم أي حاجة. بس كلامي تعليقا على ذي، مع احترامي للتكنولوجيا، يعني حتى عندي لو شفتي الرؤية اللي موجودة اللي قالت الشيخ الميازة كلمة، ان احنا جدا طبيعيين بسيطين في التعامل، احيانا في ناس حتى يجهلون الدخول على الفيسبوك او على النتورك او غيره، مو بكل الناس ملمين بالتكنولوجيا، في ناس ابسط، في ناس مبتدئين في العمل حتى طلاب. أنا أقصد أن هذه المؤسسة ما تكون هي خاصة بالنتورك قد ما هي تكون بطرح مشاريع صغيرة وأفكار يعني مبتكرة للمستثمرين الصغار. شكرا. شكرا. طيب نبتدي من قدام ولا من ورا؟ مش عارف فين المايك. هو المايك أوكي. شكرا جزيلا أخواتي الكريمات، كله كان مفيد ومثمر الحديث. حبيت أركز في الاقتصاد العالم العربي، عم نركز بشكل خاص دوما على سيدات الأعمال وعلى العمل في القطاع الخاص، وهذا كتير مهم. لازم نتذكر أنه معظم البلدان العربية أرض أيضا بلدان زراعية، ولازم نركز على المرأة الريفية، المرأة اللي تشتغل في الزراعة في معظم البلدان العربية، من المغرب لتونس للبنان للأردن لفلسطين، فهيدي المرأة بتشتغل ساعات طويلة
وبتجاهد لتأمين عائلتها، ومعظم الوقت مردود عملها مش عم بتحصل على المردود المزبوط، وبنفس الوقت مكانها مش قوي زي ما لازم. فأنا برأيي قسم من الاقتصاد المهم في العالم العربي هو في القطاع الزراعي، وعلينا أن لا ننسى المرأة الريفية في العالم العربي. شكراً. شكراً. تفضلي. ممكن ناخد كم سؤال ونرجع عشان نجيب. مرحبا. دعاء وادي من منتدى سيدات الأعمال فلسطين. أحلام نستنا، إحنا جزء من الشبكة وجزء مؤسس. بشكر لكم هذا اللقاء الرائع، ولكن بحب أني أعلق على أشيين كتير مهمين للرياديين والرياديات الصغار اللي بتبدوا أعمالهم حتى لو بأفكار بسيطة كل الدول العربية. أهمية الرول موديلينج ونقل التجربة من السيدات اللي لقوا كتير صعوبات في حياتهم في بدايات أعمالهم وقدروا يسيطروا على هاي العقبات، كيف يمرروا التجربة دائما من خلال هاي المؤتمرات واللقاءات. احنا كتير وجوه منتقابل في معظم المؤتمرات اللي منلف حول العالم فيها، ولكن إذا بدنا نصغر مش كل الرياديات بيقدروا يحضروا هذا النوع من المؤتمرات. مشان هيك أنا من هذا المنصة بتمنى على كل سيدة وصلت مواصيل اللي إحنا موجودين في القاعات إنها تآمن بفكرة الإرشاد منتورشيب، لأنه المنتورشيب ما بتتخيلوا شو تأثيره على الريادية الصغيرة اللي بتشق طريقها بأول الدنيا واللي بتقدر تتواصل بس عبر السكايب وعبر التليفونات وعبر الإنترنت. عملية المنتورشيب والإرشاد مهمة جدا وإلها وقع كتير كبير على الصبايا، حتى يعني بشكل عام الصبايا والشباب اللي بيبتدوا حياتهم، وياريت بيكون في عنا خلق لبيئة الإرشاد اللي في الوطن العربي، لأنه للأسف الشديد مع كل احترامي لأخواننا في الدول الأوروبية وأمريكا يعرض علينا برامج بمنتورز PhD ومتقاعدين والناس بتدفع فلوس عشان تاخد منهم إرشاد، ولكن حاجز اللغة هو حاجز كبير كبير جدا جدا بيعيق عملية transforming الانفورميشن. ولكن احنا عندنا موجود ما بيننا سيدات أعمال رائعات ممكن يكونوا يخلقوا هاي البيئة بلغة معروفة بين الكل، وانه فعلا عملية الاستفادة من المنتورشيب تكون بدل ما هي 30 و40 و50% تكون 90%. شكرا كثير. خلينا نرجع في الاخت هناك ورا كده. شكرا جزيلا. عواطف عبد اللطيف، إعلامية مقيمة في قطر. في الحقيقة يعني اسمحوا لي، الملتقى عبر أو جسم العالم قرية صغيرة، ودي طبعا الشكر يرجع لملتقى سيدات الأعمال القطريات في هذا التجمع الملون. يعني أنا أستطيع أقول إنه المؤتمر ده ملون إفريقي آسيوي خليجي عربي أوروبي أمريكي، وبحسب متابعتي غالبية الأنشطة تحت المرأة تمركزت إما في المرأة الأسر المنتجة أو المرأة المعيلة لأسرتها. السؤال، هل نحن موعودين انطلاقا من هذا المؤتمر الرائع بميلاد مشروعات استثمارية عابرة للقارات ثنائية أو يعني مشروعات على مستوى كبير، خاصة إنه دول الخليج يعني مش هي منبع ماله فقط، لكن افتكر إنها فيها مشروعات بتاعة بنية تحتية ضخمة جدا يعني يمكن أسهلت العالم. شكرا جزيلا. مرحبا، رانيا غوشي، أنا أدير حاضنة لرواد الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن،
وموضوع التعاون النساء مع بعض ودعمهم للرياديات الشباب موضوع مهم جدا جدا. بس بحب أذكر نقطتين مهمات اللي من خبرتي بالتعامل مع رياديات الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال 3 سنين بالأردن فلسطين ودول بوطننا العربي. أول إشي في ضرورة للتكامل في الاحتياجات على مستوى قطاعات، يعني عدد الرائدات الشباب في كل قطاع ليس بعدد كبير على مستوى العالم العربي أو على مستوى دولة بحد ذاتها. فلو خلقنا هاي المنصات اللي يتم التعامل فيها والتعارف على بعض وتكامل احتياجات على مستوى قطاعات، أنا أعتقد أنه هذا سوف يخدم كتير الرياديات الشباب اللي عمالهم عندهم مشاريع طموحة وجريئة بهذا المجال. وتاني إشي لازم أنه نخلق الفكرة الريجنال ماركت بذهن الرياديات الشباب من المرحلة الأولى، يعني لما الفكرة تنطلق على مستوى ماركت عربي، سوق عربي كامل فيه 400 مليون بني آدم يتكلمون اللغة العربية، يعني سوق كبير. هذا يخلق طموح واسع، وهذا يتطلب دعم كما ذكر من الإرشاد ومن التوجيه، وكمان وجود فند خاصة لدعم هاي المشاريع الريادية اللي ممكن إنها تنطلق إقليميا، لأنه انطلاقها الإقليمي هو ما سيؤدي إلى انطلاقها عالميا وتصير عندنا ما يسمى بريجنال براند اللي تثبت كل المجهودات اللي بتقوم فيها الإمرأة العربية. شكرا. في الأخت هنا الصف الثالث. أيوة. Good afternoon. I'm Dr. Usha Bhatt. I am in Qatar. You'll be surprising that it's going to be my 40th year in Qatar. I came to Doha when in 1975, when nobody would even dream of coming to this place. But it was the medical director who was here who came to London and convinced me and my husband that please go there, you will like the place and you will be happy. So somehow we just decided to come here. And it was only a small Rumela hospital with only a few. And we were the only consultants who came from London. And but the nurses, there were a lot of nurses from India who had come in by boat from Kerala in the south. And so we went through all those stages. But we found being with the talking to the patients, and we didn't know the Arabic language, that we were not satisfied, you know, treating them, listening to them, and explaining to them. So in the end, we decided that if we stay here, we learn Arabic language, or we leave. So my husband and me, we both decided to learn the Arabic language, together with our work day and night in the Rumela Hospital, and later in Hamad Hospital. We went to Arabic classes in the Institute, Maada Lugat Institute of Language. And 3 years we did the course and we learned Arabic language. And then it was absolutely a different type of experience for us, talking straight with the family, with the patients, explaining to them. And the pleasure we got at that time was just something wonderful. And then from that time, we started loving Qatar and the Qatari people and the families. They considered us as part of their family. And we all used to sit together for Eid and eat together and spend most of our time on Fridays and outside and together with their children. So this is how we finished our 30 years in Hamad Hospital as consultants. And by the time they said, enough is enough, get out. Anyway, that time there was no private sector of the medicine. But fortunately, when we left, the private sector had just started. So we were lucky that the Doha Clinic and Hospital, which started, that my husband and me were appointed there. So then we started our different career in the private sector as consultants. And from then on, the last 10 years, we have been doing our job there. We are very happy, and even the public are very happy to come there. And there's so much of progress in medicine. And the Ministry of Public Health, which now is the Supreme Council of Health. And also now we have a lot of other doctors, and even Qatari doctors are there. And it's really nice to see the whole medical profession, which has come up so much. But what I am feeling very, very upset and disappointed is, as a pediatric neurologist, I literally have tears in my eyes when I see children who still are handicapped. We have a lot of handicapped children here with cerebral palsy, mental retardation, genetic problems,
And I think this is where now already SIDRA and research, medical research has started to work on the genetic diseases so that we can prevent this and give proper counsel to the public. Thank you. And we still hope that we will continue to give our services as long as we can in Qatar. Thank you very much for sharing with us your experience. And we are always, we always respect all the experiences of women from different parts of the world. Thank you very much. We have just for one person, and then we have to go back for each of our panelists.